إلى ماري تطلعنا اليوم على تفاصيل الأسواق الخليجية. ماري، يوم الجمعة تكلمنا عن الأسهم التي كانت قد ضغطت على الأسواق الإماراتية في آخر جلسات الأسبوع. اليوم بأولى جلسات الأسبوع هي نفسها التي ضغطت اليوم أو التي دعمت اليوم هي تضغط على السوق. كيف ممكن قراءة المشهد؟ صباح الخير نور. يعني فعلا بعدنا الاسهم هي ذاتها اللي عم نشهدها وعم نشوف تاثيرها بقلب الاسواق الماليه، ان كان بارتفاعات او تراجعات. يعني اليوم في عندنا الضغط الاكبر على مؤشر سوق ابو ظبي، هو جاي من سهم اي اتش سي اللي تقريبا تراجعت لل 1%، بالوقت يلي باقي الاسهم يلي هي ضمن الخمس الاوائل من حيث التداولات كلها على ارتفاعات. يعني عندنا ارتفاعات على كيو هولدنج تقريبا ب 1.4%، الفا ظبي 1%، برجيل 5 أو 6%. يعني الاسهم بشكل عام عم بيكون في تباين بالاداء تبعها، ولكن الاكبر وزنا هي اللي عم بتكون ضاغطه على الاسواق. اليوم عم نشوف يعني الضغط عم بيكون على مؤشر سوق دبي المالي من السهم يلي سبب الارتفاع يوم الجمعه، يلي هو سهم اميرتس ام بي دي من بعد بالضبط، يعني المراجعه تبع الفوتسي اليوم. هيدا اللي قصدتم، اللي دعم الجمعه اليوم ضغط. صح، اليوم عم نشوف عمليات جني ارباح يعني على سهم اميرتس ام بي دي. حجم التداول منه حجم كثير كبير، يعني بعد ما وصلنا للمليون سهم عم نحكي ب 973 الف سهم. الاحجام ضعيفه، ولكن واضح انه من بعد الارتفاعات اللي سجلت الاسبوع الماضي اليوم عم نشوف عمليات جني ارباح. يعني احجام التداول بعدنا مثل ما اعتدنا، رجعنا لما قبل مراجعه الفوتسي، عم نحكي على 75 76 مليون درهم بسوق دبي الملي اللي هي قيمه لا تذكر. يعني معودين نشوف شوي اكثر من هيك. هلا عن نهايه الجلسه اكيد عم تتغير دائما الصوره، ولكن من بعد الارتفاعات اللي شفناها امبارح على قطاع الطاقه بسوق السعودي ب 2%، ممكن انه نشوف شويه دعم اليوم على هذه القطاعات بالاسواق الخليجيه بشكل عام، لانه اسعار النفط صارت عن مستويات جدا مغريه. يعني حتى ممكن نشوف ببعض الاماكن نوع من ان كان باسواق الامارات او حتى بالسوق القطري، وممكن نبلش نشوف شوي نوع من زخم بالسوق العماني، خاصه من بعد ما اعلنوا عن الادراج الاول تبع او كيو غاز نتورك يلي بده يتم الاكتتاب فيه ب 26 الشهر. يعني عم بجربوا المستثمرين يشوفوا وين ممكن يكون في فرص. هلا او كيو غاز نتورك هذا اول ادراج تقريبا او اكبر ادراج ب 20 سنه قطعت. احنا صرنا فتره ما بنحكي على السوق العماني لانه شوي مهمش مقارنه بالاسواق الاخرى بدول الخليج، ولكن اذا بلشنا هلا بالادراجات الاوليه اللي نحن بنعرف قديش هي بتستقطب مستثمرين جدد، ممكن انه نرجع نبلش نشوف نوع من زخم او قابليه او جاذبيه للمستثمرين على السوق العماني، خاصه انه في شركات جدا قياديه، ولكن احجام التداول هي اللي ما عم تساعد انه يكون في استثمارات زياده بالسوق هونيك. فهلا بهيدي الفترة مثل ما ذكر الزميل عماد انه في نتائج الشركات العالم ناطرة شو حتكون النتائج، تنقدر نعرف كيف حتكون نهاية السنة وكيف حيكون تمركز بالمحافظ لصناديق الاستثمار وللمستثمرين بهذه المرحلة المقبلة. شكرا لك مارينا.